الكلمة للسيد النائب مصطفى الشناوي. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، حضور الكريم، تحية واحترام. أنا مع الأسف أخلاقي النضالية لا تسمح لي بأن أمارس خطابا مزدوجا، وتنقول علاش المغاربة كيفقدوا الثقة في العمل السياسي، العملية السياسية. نقول كلام ونقول عكساه. كنلبسوا قميص ديال الأغلبية وكنلبسوا من بعد، ولا في نفس الوقت ولا في نفس النهار ولا خارج الكولوار، قميص ديال المعارضة. وبغينا المغاربه يثقوا في العمليه السياسيه. السيد رئيس الحكومه، عبرتم خلال برنامجكم الحكومي بانكم غتستمروا في بالنسبه للحكومه السابقه، يعني انتم في اطار الاستمراريه. بالفعل كنتوا اوفياء من خلال تجميد الحوار وافراغه من محتواه. واوفياء لما قام به سلفكم السي بن كيران حين قرر ممارسه التقشف والتفقير على الشغيله المغربيه فقط. منذ 7 سنوات صفر درهم الطبقة العاملة وهي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. قلت مؤخرا بأنه الشعب المغربي من خلال المقاطعة يعني بمثابة صرخة ديال واحد جزء من الطبقة الوسطى، ولكن ربطتها برفض النقابات الحوار الاجتماعي. ما فهمتش هذا الخلط، يعني هنا خلط الأوراق. مع الأسف الحكومة هي المسؤولة على هذه الممارسة. كذلك صفر درهم مدة 7 سنوات بالإضافة لواحد العدد ديال المسائل اللي تمارست على الشعب المغربي منهم، ولكن في نفس الوقت انتم تسمحون بالريع بل تشرعنون الريع. كيفاش 7 المليار في السنه بلا ما نحسبوا الفيول وبلا ما نحسبوا البروبان وبلا ما نحسبوا الكيروزين والزفت كذلك، كنساو هذا الشيء اللي غتوصل تقريبا 10 المليار ونص في السنه. سمحتوا بهذا الريع لمده سنتين ونصف وكتحاسبوا غير مع الطبقه العامله. وفرتوا قريب 51 مليار سنتيم خارج قانون الماليه السي بن كيران في العهد ديال السي بن كيران، خرجتوها بدون خارج قانون الماليه لمن باش تامنوا باش تخلصوا التامين ديال الشركات ديال المحروقات. عطيتهم 3 مليار ديال الدرهم ما ردوهاش، ولا كور دي كونترا اكدت هذا الشيء. اذا ماذا هذا؟ وكتحاسبوا غير مع الطبقه العامله. اذا انتم تشرعنون الريع وكتحاسبوا فقط مع الطبقه العامله اللي صفر درهم منذ 7 سنوات. يعني الشعب مع الاسف سيستمر في المقاطعه وفي مقاطعه سياستكم اللاشعبيه وسياسه ديال التفقير والتهميش. وشكرا لكم.